أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكر الله ومكر الله والله خير إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وما لهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
كمثل آدم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. خلقه من تراب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله ذلك نتلو عليك من ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن
مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاء فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حاضر.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا
ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله فلا تعقلون أفلا تعقلون يا تحاجون في إبراهيم وما أنزلت
أفلا تعقلون أفلا تعقلون ها أنتم ها حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا حنيفا مسلما ما كان إبراهيم ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما يا مولانا
وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق الله العظيم.